البعض أحبابي يقول أنا لا أستطيع أن أصرف بصري، وأن عيني تهوى كل جميل، وأن قلبي أخضر، فكلما رأيت جمالا ما استطعت أن أصرف البصر، وكلما تبت المغرب انتكست بعد العشاء، وإذا تبت بعد العشاء أيقظني الشيطان في هزيع الليل الآخر حتى أرى بعض المقاطع، وكلما أردت أن أصرف بصري دعتني نفسي الأمارة بالسوء بأن أنظر آخر مرة، وكلما تبت وبكيت انتكست من جديد. فأقول هل حقيقة لا يستطيع أحد منا أن يصرف بصره؟ أول أمر، أول تأمل، هل الله يأمرك بشيء أنت عاجز عن تطبيقه؟ هل الله عندما يأمر بالعفة وأنت غض بصرك، هل الله يأمرك بأمر أنت لا تستطيع تحقيقه؟ الله لا يأمرك إلا بما أنت قادر عليه، لأنه هو الذي خلقك، لكنه جعل العين والإبصار بها في الحرام، جعلها امتحان الإيمان، امتحان القلوب. ثم إني أقول تأمل، لو قيل لأحدنا وهو في غرفة وحده سندخل عليك فتاة جميلة جدا جدا، وهذه المرأة لا ترد يد لامس، لكن قبل ما تدخل بنقول لك خبر حتى ما نكذب عليك، تراك في كاميرا تصورك، في كاميرا تصورك كل حركة ستفعلها معها. دخلت المرأة عليه، أتهم نفسه بمد يده أو بقربها؟ ليه؟ خايف من إيش؟ الله يعظم أجري وأجرك، خايف من الكاميرا، خايف من الكاميرا. لماذا؟ لأنها تصوره، تعقبها الفضيحة، أخشى ينشرون الفيلم أو يورونه الوالد أو تشوفه أمي، وأنت تخاف من أمك ومن أبيك ومن الهيئة أكثر من الله. إذن أنت قادر على أن تصرف بصرك عن امرأة لأن هناك من يراقبك، صحيح أم لا؟ الثاني من علاجات، إذا كان الإنسان متزوج ونظر من امرأة ما يدعوه لها، أصدر الحبيب العلاج فقال فليذهب إلى أهله يقضي وطره في أهله، فإن معها ما معها. طيب غير متزوج، غير متزوج يتزوج. قال يا شيخ يتزوج بهالبساطة، الله يجزاك خير، من أين لي؟ إذن فليستعفف. في سورة النور أمر الله للعبد الشاب الذي لا يستطيع النكاح، قال وليستعفف الذين لا يجدون العفة. بل والله إننا في زمن حتى المتزوج أربع يحتاج أن يتعفف. لما؟ لأن الفتنة انفتحت والأبواب على مصاريعها فتحت. ولذا أقول الله الله في حفظ العين. من أيضا من خطوات حفظ العين الدعاء. أحبابي لماذا لا نسأل الله جل وعلا العفاف؟ لماذا لا نسأله العفة؟ لماذا لا ننكسر بين يديه ونبكي؟ اللهم يا ربي حرم هذه العين عن أن ترى الحرام، يا ربي اجعل حيائي منك أكثر من حيائي من خلقك، اللهم يا ربي اجعل حلاوة الإيمان في قلبي فوق كل شهوة، يا ربي احفظ هذه العين من أن تخون، يا ربي دمعة من خشيتك تحرمني عن النار، يا ربي إني ضعيف فلست وأنت القوي. أين الانكسار بين يدي الله؟ ما أجمل أن ننكسر بين يدي الله ونبكي. أما تذكر قصة قيدني يا أبي، ذاك الذي سحر وقيده حتى مات حتى لا يذهب للحرام؟ اسأل الله أن يقيد قدمك وعينك من ألا تزل ولا تخون. فوالله لا حول لنا ولا قوة مع هذه الفتن التي أظلمت بها بعض الآفاق، لا حول لنا إلا بأن نلتجئ إلى الله رب العالمين. فاسألوه العفة وابتعد. أيضا الخطوة التي بعدها، لا تجرب. بعضنا جرب بدخول مواقع دردشات، بعضنا صور، بعضنا رسائل، بعضنا في جروبات. مستحي يكتب غادر فلان، يقول ماذا أقول لهم إذا وقع غادر؟ إذا هي جروب أو مجموعة تتواصل على السوء وترسل مقاطع وصور وغيره ونكت قذرة، اخرج اهرب وإياك من الخطوات، فإن الحياء في هذا الباب لا يأتي بخير. لا تجرب مرة رؤية الحرام حتى لا تكون أسير التجربة الأولى. منها أيضا استحضار أن الله يراك، واستحضار أن الملائكة تكتب،
ووالله أحبابي إن حياة المؤمن يجب أن يؤمن أنه مصور فيها دائما. أحبابي قلنا لو أحد يصورك ما أخطأت، أنت في الحياة كلها، أنت في الحياة كلها تصور. الملائكة الكرام الذين يكتبون ما يلفظ من قول، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، استحضر كتابتهم. أيضا اعلم أن هذه العين التي تمتعها ستخونك يوم القيامة، والله ما تستاهل العين هذا اللي قاعد أمتعها في الدنيا ثم تخونني في الآخرة، توهقني في الآخرة، تشهد علي في الآخرة، تفضحني في الآخرة. نعم، اليوم نختم على أفواههم، ستتحدث هذه العين. أنت الآن تغمضها إذا مر المخلوق، تفتحها إذا غاب المخلوق، يوم القيامة ستكون هي خصمك يوم القيامة. تذكر أن هذه العين فيها قرص صلب أو ميموري كما يسمونه، ذاكرة خلفية ستحفظ كل المشاهدات، والمشاهدات يوم القيامة ستبدأ تنطق أنا يا ربي للفاحشة رأيت. أيضا آخر وقفة أقفها في علاج خطوات النظر الحرام، آخر خطوة، تذكر أن هذه العين التي تمتعها بالحرام إذا كنت تريد أعظم لذة في الحياة في الوجود، أعظم نعمة تمر على مؤمن، أعظم من الحور والدور والقصور والجنان وخمر الجنة ورحيق الجنة وأرائك الجنة وأنهار الجنة، أعظم نعمة في الدنيا في الكون أن ترى بهذه العين وجه الله جل وعلا. كيف تريد أن ترى ربك في الجنة وأنت عينك خائنة؟ ذكرها أن لذة النظر إلى وجهه جل وعلا والشوق إلى لقائه جل وعلا لا يطمع فيها ذاك الخائن بعينه الذي أدمن النظر في الفواحش ومراحيض الأخلاق. لذا طمع هذه العين برؤية الله وقل اللهم إني أسألك أو اللهم اقسم لي من خشيتك ما يحول بيني وبين معصيتك. اسأله لذة النظر إليه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. تريد بهذه العين ترى الله وترى الجنة وترى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وترى حور الجنة، أجمل نصيف المرأة في الجنة خمارها خير مما طلعت عليه الشمس. صبرا معاشر أهل الإيمان، صبرا، فإن الموعد الجنة إذا قبل الله منا الطاعات وكانت العين فيها خشية وهي دامعة، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.